فاكرة بريمير، طلبة اللي داخلين فاكرة بريمير ومش عارفين يعني ايه سيونس، وأول مرة ناخده وما نعرفش فيه حاجة. مادة سيونس هي مادة معينة من شهدان لو فاهم، من أولى حضانة وبعد كده كمان في جزء بريمير وجزء إكوازم، معنى كده إنها مش مادة جديدة معانا، لكن للأسف إحنا مش كلنا بناخدها، وهي موجودة في كتاب ديكوبرت اللي هو اكتشف بالعربي، وديكوبرت بالنسبة لنا إحنا في فرنسا. المادة دي المفروض اللي فيها لوسون هتتكرر معانا تاني في كاتريم وسينكم وسيزن بريمير، بس سينكم وسيزن بريمير خلاص هيعرفوا عن ايه السيونس، فالفيديو ده خاص بكاتريم بريمير. الفيديو ده هيكون فيه دروس اللوسون اللي كانت موجودة في كتاب ديكوفيرت واللي اوريدي المفروض احنا عارفينها، وهناخدها تاني كاتريم بريمير بتوسع شوية. الفيديو ده ملحوظة مش بنذاكر منه، لكن مجرد معرفة عامة، معلومات عامة نعرفها عشان نقدر نستفيد ونفهم وما نتفاجئش بالمنهج. حاجة تانية، هو ما فيهوش أي حاجة كتابية، هو كله أورال ما، ومش كل المنهج في الفيديو، لأن في دروس جديدة ما كانتش موجودة في ديكوفرت. في الفيديو ده موجودة الحاجات اللي كانت في ديكوفرت والمفروض إن إحنا عارفينها وهندخل بيها في كاتريان بريمير. هنبدأ بأول لسان، وهي زي ما أنتم شايفين كده قدامكم في الفيديو، هي منطقة فيها جلاس، فيها تلج. الفيديو هيكون عربي فرنسي. المنطقة دي بتتميز بإيه؟ أول حاجة كليما فوا، يعني طقس بارد، وبما إنها كليما فوا يعني ليها أنيمو معين، ليها حيوانات معينة بيعملوا أدابتاسيون. أدابتاسيون يعني تكيف، أدابتاسيون، ودي من أول الليسون اللي عندكم في كاترين كيلو. أدابتاسيون التكيف ده يعني إيه؟ يعني بيكون عندهم خصائص في جسمهم أو في سلوكهم، ادابتاسيون ستركتورال او ادابتاسيون كومبورتمونتال، سلوكهم او جسمهم بيساعدهم على ان هم فيفر او سادابتي دون لانفيرونمون، يتكيفوا في البيئه. فاول حاجه عندنا هي الورس بولير اللي انتم شايفينه قدامكم في الفيديو. الورس بولير زي ما انتم شايفين هو عنده فورير بلانش، والفورير بلانش يعني فرو ابيض اد اسو كاموفلي دون لا نيج، بيساعده على ان هو يتخبى ويتخفى جوه النيش. طبعا هو يختلف عن الورس برا اللي هو لونه مارون، وده بيكون دون لا فوري. احنا هنا بنتكلم عن ورس بولير يلا اون فوري بلانش. كمان عنده جراس، والجراس يعني طبقه من الدهون، وبتكون موجوده سور لورس بولير بور سو ريشوفي، عشان يتدفى دون لو كليما. Donc, l'ours polaire a une fourrure blanche, a une graisse ou couche de graisse ou une tabaka min al-dhuhun pour être plus chaud, pour se réchauffer dans le climat froid. L'ours polaire طبعا في دون لو كليما فوا، ما بيقدرش يعيش الا في الكليما فوا، الطقس البارد. الدوزيام انيمال عندنا هو لو رونار اركتيك، لو رونار اركتيك، ولو رونار اركتيك هو الرونار اللي لونه بلونش زي ما انتم شايفين قدامكم، هو رونار وعايش في كليما اوسي فوا. طبعا الفي دون لا جلاس نفس الفكره، هو برضو عنده فورير، والفورير ده بلونش بور سو كاموفلي دون لا نيج، عشان يستخبى دون لا نيج. طبعا انتم ملاحظين لا نيج بلونش وفورير بلونش، فده هيساعده ان هو يتخبى كويس. وتاني حاجه ان هو بور سو ريشوفي، الفورير ده بيساعده على ان هو يتدفى جوه النيج دون لا نيج. Alors, on a dit deux animaux, l'ours polaire et le renard arctique. Ils vivent dans la neige, vivent dans la neige. الكوش دو جراس اللي هي طبقة الدهون دي بتعتبر انيزولون، عازل، رالونتي لو موفمون دو لا شالور، يعني بتقلل من حركة أو من خروج الحرارة من جسمهم عشان يفضلوا دايما متدفئين. في دوزيام
لوسون زي ما انتم شايفين قدامكم. هنا هنتكلم عن لوتو اللي هي نبات اللوتس او النينوفار. ونبات اللوتس زي ما انتم شايفين قدامكم في الفيديو انه طالع بس دو سور لو لا فلور، يعني فوق الميه ما فيش غير الفلور، ما فيش غير الورده، وده بيخلي النبات ده في جزء سولو تحت الميه. طب ايه اللي موجود فوق وايه اللي موجود تحت؟ اللي موجود سور لو زي ما انتم شايفين كده انه في لا فلور اللي هي الزهره، وبتتميز حواليها بفي، لفي سون لارج، الفلور والفي لارج يعني الورق عريض والورد كبير. بور افوار دو لا لوميير دو سولي، بتاخد ابسورب لا لوميير دو سولي، بتمتص ضوء الشمس، فلازم بتكون كبيرة عشان تمتص أكبر كمية من ضوء الشمس. الجزء اللي تحت اللي هو سولو بيكون فيه تيج إيراسين. التيج اللي هي الجذع، ودي بتكون تري لون، بتكون طويلة لون عشان تثبت أو تكون جوه المية، وعندها راسين، والراسين بتاعتها فلكسيبل فيكس لا بلونت دون لا بو أو فون دو لو. لازم تكون الراسين التيج طويلة وقوية عشان تقدر تثبت جوه المية. طبعا الفلور كولوري ملونة أو ملونة. Alors, on a parlé de deux animaux et la fleur. طبعا كل ده في leçon adaptation اللي هو التكيف، l'adaptation. Troisième leçon عندي هي le fennec، le renard fennec. مش عايزة أفاجئكم وأقول لكم إن الفنك ده من الليسون اللي كانت موجودة معاكم في ماترنال، في الحضانة، كان عندكم ليسون عن لوفن. رونار فينك عنده ايه؟ زي ما انتم شايفين قدامكم، رونار فينك اول حاجه فيف دون لي تيريي دون لو سابل ايدوني، يعني بيعيش في جحور، في الرمله، في الصخور، فهو مش بيعيش في الكليما فروا خالص. احنا كده غيرنا المنطقه، غيرنا المكان اللي كنا بنتكلم فيه. حاجه كمان لو هتبصوا هتلاقوا الى دي بي، والبي بتاعته مش بنسميها بي زينا، احنا بنسميها بات. دونك إلا كاتر بات. إلا aussi besoin de nourriture, d'eau, d'air et d'un abri. محتاج غذاء، مكان يعيش فيه، ميه وهواء يقدر ان هو يعيش حياته بشكل طبيعي زي ما انتم شايفين قدامكم في الفيديو. رونار فينك اوسي مانج دي بلانت دي ليزار اي دي انسكت، بياكل نباتات وليزار اللي هي الحشرات والسحالي والحاجات دي كلها. هتلاحظوا كمان في الصوره دي اوضح انه عنده دو جراند زوري، عنده ودان كبيره، بلا دو جراند زوري، ودي بتساعده فور ايكوتي ميو. بوف سوتي تري هو، هو بيقدر يعدي وينط عالي جدا. طبعا كل الحاجات اللي انا بقولها دي برضو ادابتاسيون، ادابتاسيون ستركتورال لانها في جسمه. هتلاحظوا الى كوسي فورور مارون اللي هو بران البني، لانه مش في الكليما فروا زي ما قلت لكم، هو بيعيش دون دي. الصوره اللي ظهرت دلوقتي اسمه لا جربواز، اللي هو بنسميه بالعربي حيوان الجربوع، لا جربواز. الجربواز زي ما انتم شايفين قدامكم في الفوتو هو برضو بزوان دو نوريتور دو ادابريتي، خلاص متفقين عليها انه اي انيمال محتاج دو، محتاج نوريتور، محتاج ميه وهواء ومكان. لكن هو مونج لي بلانت، ياكل البلانت، فيف سو تير بيعيش تحت الارض. من الفوتو اللي قدامنا هنلاحظ انه عنده جراند زوري، جراند زوري ودانه كبيره، ودي بتساعده الكوتيه pour écouter et aussi saute sur leur de pattes. هتلاحظوا ان البات بتاعته رجليه بات
تري لون طويلة، دي بتساعده انه صوتيه يعني تريل هو يعني بينط عالي جدا وبينط مسافات ديستانس كبيرة جدا، وعنده كمان لونج كو ديل كبير. يبقى هنا عنده مميزات ادابتاسيون ستركتورال، الصورة دي ممكن توضح لكم اكتر. عنده جراند زورية و دو بات اي لونج كو. الصورة اللي ظهرت بعد كده هي ايبو البومة. البومة الإيبو هي ان انيمال نوكتورن، وانيمال نوكتورن يعني فيف اي بلو اكتيف دون لا نوي، يعني نشيطة بالليل، بتنام لو ماتان دور لو ماتان وتصحى بالليل بشوية. عشان هي انيمال نوكتورن، ومعظم الانيمال نوكتورن مش كلهم، عشان في عندنا حاجة تانية في الكاتريان فتاخدوها اللي هي شوف سوري الخفاش، فمش كلهم معظمهم فيزيون نوكتور، يعني عندهم رؤية ليلية، يعني بيشوفوا أحسن مننا بلو ميو كنو دون لا نوي، بيشوفوا أحسن مننا بالليل. طب احنا لو هنتكلم عن الإيبو، فالإيبو زي ما انتوا خدتوا بالكم في الفيديو هنا هعيده تاني معاكم، هتلاحظوا التورن لاتيت، حركة التورنيه اللي هي عملتها دي بتلف السون 80 دجري، يعني بتلف 180 درجة براسها، عشان كده هي بتقدر تشوف في معظم الاتجاهات بشكل يعني كويس. باسكال تورن التورن لاتيت سون 80 دجري. هتلاحظوا كمان لا دو جران زيو، فلو خدتوا بالكم من الايبو نوار وهنا برضو الايبو ا دو جران زيو، طبعا جران زيو لا، او هنا اوضح برضو كمان كابت بلو دو لوميير، بتاخد او بتكتسب او بتمتص قدر كبير من الضوء، وده بيساعدها على انها تشوف احلى واحسن بالليل، عشان كده احنا بنسميها انيمال نوكتورن. هنا اهي تورن لاتيت زي ما قلت، وهنا واوضح هذا جراند جو. وتورن لاتيت وبرضه ده من الادابتاسيون ستركتورال، من التكيفات الجسمية اللي موجودة عند الإيبو. في برضه لسان تاني، وكده هنخرج من الادابتاسيون عن لاباراي ديجستيف، برضه من ضمن اللسان اللي كانت موجودة عندنا في تروازيام بريمير هي اباراي ديجستيف الجهاز الهضمي. أباراي ديجستيف ما كمل معاك في ستاكلين بريمير، وفي جزء كمان في الضفدع. أباراي ديجستيف بيتكون من أجزاء كتير زي جراند استان و انتستان جريل واستوما والحاجات دي كلها. يعني ايه ديجستيون؟ الديجستيون هي الهضم، كلمة ديجستيون يعني الهضم، والهضم لا ديجستيون commence lorsque vous mettez la nourriture dans votre bouche. وعشان الكويستيون ده بيتكرر كتير، الديجستيون بتبدأ بمجرد ما تحطوا النوريتور dans la bouche، لأن بعد كده في دون ولونج وساليف بيختلط بالنوريتور، يعني الديجستيون بدأت dans la bouche. الديجستيون مهمتها بريز la nourriture en petit morceau، أول جزء بيتم في la bouche. بريز لا نوريتور يعني تكسر النوريتور اون بتي مورس، يحصل بعد كده ايه؟ يحصل انه لا نوريتور سو رون بلو فاسيل على لا ساليف دون فوتر بوش، دادوسير لا نوريتور اي دو كومونسي لا ديكومبوزيسيون، يختلط اللعاب لا ساليف اللي هو موجود دون لا بوش بالنوريتور ويخليه اطرى واسهل. يبدأ عندنا بعد كده زي ما انتم شايفين هنا قدامكم في الفوتو لي موسكل بوس لا نوريتور جوسكا لستوماك، تبتدي العضلات تزق الغذاء للمعدة ونبدأ في مرحلة جديدة دون لستوماك اللي هي المعدة. الاستوماك فيها موسكل، موسكل يعني عضلات، لي موسكل برودويس دو لاسيد بور ديكومبوزي دافونتاج لا نوريتور، بتفرز حامض اسيد بيساعد على هضم الغذاء. La nourriture digérée se déplace vers les intestins pour suivre le processus de digestion. وتبتدي الأكل يندفع للجهاز
الامعاء زي ما قلت لكم، في جرو انتستان وفي انتستان جرال، بينفع او بيطلع الغذاء للامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، والنيوتريمون تبتدي تروح دون لو سون وتتنقل الفيتامينات والمعادن عن طريق الدم، وده طبعا بيدي الانرجي لكار ويمان ويدي الجسم الطاقه. طبعا احنا محتاجين اليموسا اكل صحي عشان يكون جسمنا في حاله كويسه، ودي اعتقد معظمكم اخذها في السيونس او ديكوفيرت في بريمير ديزاين. زي ما الفواتير محتاجه كاربيرون، جسمنا كمان محتاج اليمون عشان يقدر يقوم بوظيفته تمام. يعني نبعد عن الفاست فود والبواسون الجازو اللي هي الكوكاكولا وسبرايت والحاجات دي كلها، نبعد عنها.